عليك يا عم محفوظ، عقبالك في القفص. بكره نكلمك في التليفون ما تردش علينا وتعمل فيها نجم النجوم. بكره ليه؟ من دلوقتي. صحيح، هو من دلوقتي نجم النجوم. طبعا يا عم، ما انت خلاص قسمتوا التركه، ترموا الفتافيت للغلبان اللي زيي. فتافيت للغلبان اللي زيي. فتافيت، انت عاتق حاجه يا نصر؟ انت في حاجه عاتقها؟ انت زي المنشار يا نصر، طالع واكل نازل واكل، المنشار نفسه يشتكي منك. سيبه يا محفوظ، سيبه ليلبسك تهمه ويقول لك ان انت اللي جزعت ايده كمان. جزعت ايه؟ ماشيها جزعه، مفيش داعي للتسيح. سيحش سيحش جزعه جزع يا ابن الجزعه. بس انت ما اتغيرتش يا محفوظ. ممكن يكون مش باين عليا، بس باين عليك قوي انت يا شوقي. مش شايف ان انا كده احسن؟ يعني من يساري ناقم على الاقطاع وسطوه راس المال الى راس مال اقطاعي، تفتكر ان ده احسن؟ وليه ما تقولش ان انا فقت من اللي انا كنت فيه ودلوقتي بقيت واقعي قوي؟ والله ممكن. هو بيقول لك اذا رحت بلد بتعبد العجل حش وديله. بص بقى، انا لا افك عن نفسي لا غوي تنظير النهارده ولا اي كلام من النوع ده. خلينا كده بقى الواحد يفك عن نفسه شويه ويريح شويه كده. والان مع رابطه الخرميه نوسا. ودي العوالم جم. غض من بصرك يا نصر. مخضوض لوحدي يا اخويا، ما تخافش. مخضوض مخضوض. يا حام بخاف من تليفونات بالليل. مش يمكن في مصيبه؟ ما هو عشان كده مش عايز ارد، عشان لو فيه مصيبه نعرفها بالنهار احسن. وهتسيبني ارد على التليفون في ساعه متاخره كده؟ يعني هتردي وانت عريانه؟ لو مكسوفه بحط حاجه على دماغي، لا هو عيب ولا حرام ترد. اهو ضرب تاني اهو، بس انا مش موجود. والله العظيم. الو؟ ايوه مين؟ يحيى؟ يبقى محفوظ. بقول لك ايه، انا مش هنا. وطي صوتك يا حامد من السمعه. هو انت لا منك ولا كفايه شرك؟ ايوه يا يحيى، بتقول ايه؟ محفوظ ماله؟ مش لاقيه؟ اوبا اوبا. لا انا هحضر الشنطه بتاعتي بقى. قلت لي فورة تنام فين يا حامد؟ مش لاقيه ازاي؟ انتوا مش نازلين سوا؟ خبوا بعدين. لا ما جاش. طيب وانت لو عطرت فيه يعني بطمني. سلام يا اخوي. تفتكر الانفجار هيبقى فين المره دي يا فوزيه؟ اعمل معروف اعمل معروف يا حامد، انا مش ناقصاك. انا هين عليه انزل ادور عليه دلوقتي. وتنزلي ليه وتتعبي نفسك؟ خمس دقايق وهتلاقي داخل عليك دلوقتي بيقول لك يزيدي يزيدي. مش فارق غير في الحاجات دي. لو قلقانه قوي اقول لك على حل. افتح التلفزيون خدي افتح انت التلفزيون واحنا هنعرف منه كل حاجه. محفوظ ده يحيى لسه قافل معايا بيسال عليك. اصل مشيت من غير ما اقول له. وجيت لوحدك كده وما توتش؟ لا ما توتش يا حامد، يسال ما توتش. طب وايه اللي خلاك تسيب يحيى بس يا محفوظ؟ ما انبسطتش. ما انبسطتش؟ ما انبسطتش يا حامد. مبسطتش ليه بقى؟ ده واخدك عند حماه، يعني عند الحكومة كلها. في حاجات يا حامد لما الواحد يشوفها من بعيد
يلاقيها بتلمع وبتبرق، وأول ما يقرب منها بيندم على إنه قرب، وبيندم على إنه شاف، ويقول يا ريت اللي جرى مكان. لك البيض ما تقلش في الاكل. اهلا 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 يا متر، عود احمد ان شاء الله. اهلا يا خال، انت لسه صاحي؟ اها لسه صاحي يا ابني، انا راجل سهير واحب الليل زيك كده بالظبط. ان شاء الله كده تكون اتسلطنت واتجنيت كده وانت بتراجع القضايا وتحطها في كفه ميزان العدل. يا محفوظ، ايه السلطنت والجريد دي؟ هو بيشتغل في مكتب ولا بيشتغل في كباريه؟ لا مالا كباريه ايه يا راجل، حاشا لله، ولا حفلات خصوصي ايه، ولا افراح ايه؟ ابنك بسم الله ما شاء الله راجل قانون، مستقبله باهر. بكره ابنك ده يرقص النيابه على واحده ونص ويهز بمرافعاته حيطان اجدعها محكمه. ربنا يقدرنا على فعل الخير يا خال. عن اذنكم. عن اذنكم ايه؟ تعالى كده خد لك معانا كوبايه شاي تظبط بيها ايقاع دماغك. لا معلش يا خال، انا ح انا خير. ايه ما معلش يا خال، ورايح فين يا خال؟ انا قاعد مستنيك من بعد صلاه الفجر، وشي في وش ابوك السمح ده. تقوم سيبنا كده وتخش كده بذمتك، دي اخلاق فرسان ولا اخلاق عوالم؟ طب حضرتك مستنيني ليه من بعد صلاه الفجر؟ عايزك. بخصوص؟ بخصوص ايه يعني؟ بخصوص شغل. الشغل اللي هو ايه يعني؟ اللي هو ايه يعني؟ انت مش بتشتغل محامي يا ابني ولا ايه؟ جايز عنده شغله ثانيه احنا ما نعرفهاش بقى. شغله ثانيه زي ايه يعني؟ لا ثاني ايه ولا ثاني ولا ثالث يا بابا، هو محامي. خلاص. طب عايزك في قضيه. عايز اتكلم معاك كده كلمتين على انفراد، لا مؤاخذه يا حامد. عارفه كده فضولي وحشري، فحابب اكلم حسين كده في كلمتين على انفراد. يلا يا قبلتي، قصدي يلا يا متر. فوزيه، انت متاكده ان الواد حسين بيشتغل محامي؟ لا ده انت راجعه اسخن من ساعه ما نزلتي. يما اصله شافني. مين اللي شافك؟ هيكون مين يما؟ هيكون مين اللي شافك؟ مين؟ سي الاستاذ محفوظ. يا لهوي، فين؟ فين؟ في الحفله وانا برقص. طب وبعدين يا بنتي؟ ولا قابلين يابا، ولا قابلين. وما كلمتيش معاه؟ كلمني؟ يكلمني. مش لو بص في وشي تاني من اصله؟ هنقعد ساكتين كده يا خال؟ ما تتكلم، حد عايشك؟ من ساعة ما قفشتك بالصاجات وانت نازل عليك صخم الله، زي ما تكون مبلبع سد الحنك. اتكلم.
تتكلم اقول ايه؟ عليك مليانه كلام ومليانه كسوف وعار كمان. انت يا راجل مش قادر حتى تبصلي. لا يا خال، عينيا ايه؟ واللي فيها ده لا كسوف ولا هو عار، ده شقى وتعب ومرمطه. بس ما تعرفش حاجه يا خال، ما تعرفش انا اتبهدلت واتمرمطت قد ايه بعد ما اتخرجت من حقوق بجيد مرتفع. لا يوديني نيابه ولا يخليني احلم ابقى قاضي. ما كانش قدامي حل غير ان اشتغل محامي تحت التمرين. مرمطون مرمطون لاي محامي كبير. اعمل انا الشغل كله واوقف هو يترفع زي الهضبه. وفي الاخر يرمي لي حته عظمه. 200 300 جنيه مش في القضيه، لا في الشهر يا خال. الشهر اللي ممكن اعمل فيه 50 و60 قضية. عارف النهارده خير انا باخد كام؟ 500 جنيه وفي الليلة. وانت جاي تكلمني عن الكسوف والعار. الله عندك حق يا ابن فوزية. ما هي الحياة دلوقتي بقت فلوس. بقت الفلوس هي اللي بتعمل للبني آدم قيمة، مش البني آدم هو اللي بيعمل للفلوس قيمة. تخيل يا أخي من ساعة ما رجعت كلهم بيتكلموا على الفلوس. رمزي عايز فلوس، يحيى خايف على الفلوس، نصر ويسرية وشوقي عايزين يدفعوا فلوس عشان يهبروا فلوس أكتر. انتصار شقيانة عشان الفلوس. الحاج جابر السندوبي بيزغلل عينيها بالفلوس. حتى رامي شايف ان المستقبل كله هو الفلوس. عايزنا نعمل ايه يا خال؟ ناكل احلام؟ نحل بقيم ومبادئ؟ ما تأخذنيش يا خال، انت كمان ضيعت من عمرك 20 سنة واكتر عشان خاطر الفلوس. كل عيش يا خال، كلنا في الهوا سوا. برضو عندك حق يا ابن فوزية، عندك حق. بس انا لو كنت حسبتها غلط فانا مستقبلي ورايا، لكن انت مستقبلك قدامك. يعني ما بقولكش عيش على القيم والمبادئ والاخلاق وبس، بس التنازل لازم يبقى له حساب. يعني عندك مثلا تاجر المخدرات بيكسب اكتر من تاجر الذهب مليون مره. معنى كده ان ده صح؟ يا خال يا خال، انت بتتكلم عن زمن عدى ولا؟ برضو للمره الثالثه على التوالي عندك حق يا ابن فوزيه. ما انتوا ولاد زمن ممسوخ وايام اسود من ليالي الهم. زمن المبادئ والقيم والاخلاق خلاص بقت نكت قديمه بايخه. دلوقتي لازم الناس تبقى زي البهلوانات تمشي على ايديها. لازم انت كمان تمشي على ايديك، بس لازم تعرف بقى ان اللي بيمشي على ايديه لازم راسه تبقى محنيه لتحت ولا بلاش. أعرف يا حسين إن حنية الراس ليها تمن. في دي بقى يا خال أنت اللي عندك حق. ما أعتقدش إني هعرف أرفع راسي في وش أبويا وأمي بعد ما يعرفوا. ما تقلقش يا حسين، ما تخدش بالك. إذا كان ربنا سترك كل ده مش حاجة أنا أفضحك. غير ايه يا عم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. عمال لوك 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 مع خيالك في ايه؟ ما تسيبولي شويه يا اخي، مش اخويا انا ده. تعالى محفوظ، عايزك في مشروع فلوس ملوش اي حل. اتفضل.